الآن طلاب، لدي مفاهيم في الأشعة. تعرفنا على مفهوم الشعاع، نظرنا إلى الشعاع لأنه الانسحاب الذي ينقل النقطة A إلى النقطة B، ورمزنا له بالرمز AB، وعبرنا عن الشعاع بحرف واحد. قلت إذا كان لدي الشعاع U الذي هو يعبر عن المتجه أو الشعاع AB، انظر هذا الشعاع AB، هاي نقطة البداية وهي نقطة النهاية، وهذا الشعاع AB هو المتجه أو الشعاع U. الآن لدي المفاهيم التالية. أولاً الشعاعين المتوازيين. من هما الشعاعين المتوازيين؟ نقول عن شعاعين أنهما متوازيان إذا توازى الحاملين. يعني عندك هذا الشعاع U وهذا الشعاع V، انظر هذا الشعاع U وهذا الشعاع V. عندئذ إذا المستقيم الحامل لـ U وازى المستقيم الحامل لـ V، عندئذ أقول U و V متوازيين، وأكتب U يوازي V. يعني إذا كانت هاي النقطة A وهاي النقطة B وهاي النقطة C وهاي النقطة D، يعني U يوازي V. متى الـ U يوازي V؟ إذا كان المستقيم AB، نرمز المستقيم بحرفين، حرفي النقطتين التي يمر بينهما، يوازي المستقيم CD. توازى شعاعين عندما يتوازى الحاملين. اثنين، إذا انظر الشعاع AB يوازي الشعاع CD إذا كان المستقيم AB يوازي المستقيم CD كما ترون جميعا. أيضا لدي الشعاع الصفري. من هو الشعاع الصفري طلاب؟ الشعاع الصفري وهو الشعاع الذي طويلته تساوي الصفر، ورمزه أكتب حرف رقم الصفر وأضع فوقه شعاع، وهذا الصفر الشعاعي. انظر الصفر الشعاعي أو الشعاع الصفري طويلته تساوي الصفر العددي. يعني أنا بدي أقول لك الشعاع AA، الشعاع AA، أنا سحبت النقطة A إلى نفسها، عمليا لم أقطع مسافة، لا يوجد طول. عندما تنطبق نقطة البداية على نقطة النهاية أحصل على ما يسمى الشعاع الصفري. الشعاع الصفري وهو الشعاع الذي طويلته تساوي الصفر العددي، وأرمز له ب أكتب صفر وفوقه السهم ويقرأ الشعاع الصفري أو الصفر الشعاعي. مثلا الشعاع AA يساوي الصفر الشعاعي وطويلته تساوي الصفر العددي. ثلاثة، معكوس شعاع. إذا كان لدي المتجه أو الشعاع AB اللي هو شعاع U، عندئذ معكوس المتجه U أو الشعاع U، نفس الشيء متجه أو شعاع، هو المتجه ناقص U، ونكتب الناقص U هو AB. كيف هيك صاير؟ عيني إذا أنت في عندك الشعاع AB، هاي نقطة النهاية البداية وهاي نقطة النهاية، هاد الشعاع U، الشعاع AB هو الشعاع U، معكوسه رح يكون هو ناقص U، ولكن بالحقيقة مين هو؟ معكوس هذا الشعاع هو هذا الشعاع اللي بدايته نعم نهاية الأول، ونهايته نهاية الأول، ونهايته بداية الأول، هذا الشعاع ناقص U، وهو بالحقيقة PA اللي بتكون نقطة بدايته نهاية الأول ونقطة نهايته بداية الأول. معكوس الشعاع U هو الشعاع ناقص U. إذا كان الـ U يساوي AB، عندئذ الناقص U يساوي PA. يعني أستطيع أن أصيغ المساواة التالي طلابنا: AB إذا أنا كان في عندي الشعاع AB وضربته بإشارة ناقص، على مين بحصل؟ بحصل على الشعاع PA. إذا كان في عندي الشعاع AB وضربته بإشارة سالب،
أحصل على الشعاع PA. إذا كان لدي الشعاع AP والذي يساوي اليو، معكوس المتجه أو الشعاع يو هو المتجه ناقص يو، وأكتب الناقص يو هو PA. المتجهين المتعاكسين أو الشعاعين المتعاكسين، اتفقنا طلاب كلمة متجه نفسها كلمة شعاع. المتجهين المتعاكسين هما شعاعين أو متجهين لهما نفس الطول ونفس الحامل ولكن بجهتين مختلفتين، مثل اليو والناقص يو أو الاي بي والبي آ. يعني إذا كان في عندك أنت هون الشعاع اي بي، معكوس الشعاع اي بي راح يكون الشعاع بي آ. انظر بي آ بدايته هون ونهايته هون، هاد بي آ، هون الشعاع اي بي. إذا كان الشعاع اي بي هو اليو، يو هو اي بي، بينما الشعاع الملون باللون الأحمر هو ناقص يو والذي يساوي بي آ. لذلك أستطيع القول الشعاعين متعاكسين أو المتجهين متعاكسين هما متجهين لهما نفس الطول ونفس الحامل ولكن بجهتين مختلفتين. انظر إلى شكل المرافق أو شكل الموافق عفوا، هذا الشعاع AP، انظر هذا الشعاع AP بينما هذا الشعاع PA. AP و PA متعاكسين، AP AP و PA متعاكسين، الطول نفسه والحامل نفسه والمنحى نفسه ولكن الجهتين متعاكستين. خمسة، المتجهين المتساويين أو الشعاعين المتساويين. الشعاعين المتساويين أو المتجهين المتساويين هما متجهين لهما نفس الطول ونفس الحامل ونفس الجهة. أنا عندما أقول طلابنا نفس الحامل، أنا ضمنياً أخذت التوازي بعين الاعتبار. دائماً الشعاعين اللي نفس الحامل متوازيين قولاً واحداً. المتجهين المتساويين بتساوي بالطول والحامل والجهة. المتعاكسين بتساوي بالطول والحامل بس الجهة مختلفة. كما ترى، انظر إلى هذه الرسمة، لدي الشعاع يو يساوي الشعاع اي بي يساوي الشعاع سي دي. يو يساوي الاي بي يساوي السي دي. كيف هيك؟ الطول نفسه. شوف على الاحداثيات المربعة أو شبكة الاحداثيات، شعاع يو هذا الشعاع يو وهذا الشعاع اي بي وهذا الشعاع سي دي، الطول نفسه والجهة نفسها والحامل نفسه. إذن الشعاع صفري وهو الشعاع الذي طويلته صفر حيث نقطة بداية تنطبق على نقطة النهاية. اثنين، الشعاعين متوازيين لهما نفس الحامل أو إذا توازى الحاملين نفس المعنى. ثلاثة، الشعاعين معكوس شعاع، معكوس الشعاع AP هو شعاع PA. الشعاعين متعاكسين لهما نفس الطول ونفس الحامل ولكن جهتين مختلفتين. والشعاعين أو المتجهين المتساويين هما متجهين أو شعاعين لهما نفس الطول ونفس الحامل ونفس الجهة. أيضا طلابنا، أوظف هذه المفاهيم من أجل متوازي الأضلاع. كيف؟ وفق الخاصة التالية. انظر إلى هذه الخاصة، خاصة مهمة. إذا أنا كان في عندي متوازي أضلاع، انظر إلى متوازي الأضلاع، راح سميه A B C D. نتذكر جميعا أن متوازي الأضلاع هو مضلع رباعي كل ضلعين متقابلين متوازيين. راح نربط مفهوم الأشعة بمفهوم المضلعات. آخر شيء، الشعاع هو قطعة مستقيمة ولكن موجهة. أنا إذا قلت إذا ABCD متوازي أضلاع، عندئذ الشعاع AB
يساوي الشعاع سي دي او يساوي الشعاع دي سي عفوا. الشعاع اي بي يساوي الشعاع دي سي كما ترى، نفس الطول ونفس الجهه والحامل نفسه او الحاملين متوازيين. طلاب عندما اقول الحامل نفسه نفس الشيء لو كانوا متوازيين، اي خواص بالاشعه. اذا كان اي بي سي دي متوازي اضلاع، عندئذ يجب ان يتحقق اي بي تساوي دي سي بدل السي دي، خليها دي سي مشان نحافظ على الجهه، لانه يتساوى شعاعين اذا تساوى شعاعين اذا تساوى الطول والجهه والحامل، طول نفسه والجهه نفسها والحامل نفسه. اثنين بنفس الوقت استطيع القول وبالعكس، اذا كانت لدي ثلاث نقاط اي بي سي، اي وبي وسي ليست على استقامه واحده، وكان اي بي يساوي دي سي، كان اي بي سي دي رباعي او متوازي اضلاع. اي بي يساوي الدي سي، كان الرباعي اي بي سي دي متوازي اضلاع. انظروا الى هذا الرسم، شعاع اي بي يساوي شعاع دي سي. اذا عندك ثلاث نقاط اي وبي وسي ليست على استقامه واحده، وكان الاي بي يساوي الدي سي، كان الرباعي اي بي سي دي، اي بي سي دي متوازي اضلاع. بنفس الوقت اذا كان اي بي سي دي متوازي اضلاع، عندئذ يتحقق اي بي تساوي الدي سي. هذا الكلام ان شاء الله تعالى راح نطبقه في تطبيقات قادمه ان شاء الله.